طيب، من تستطيع أن تحدد لي موطن التضمين في هذا البيت؟ فبت والأرض فراشي وقد غنت قفا نبكي مصاريني. فردوس محمد، يلا يا فردوس، فردوس محمد خالد، أين التضمين في هذا البيت؟ تفضل يا فردوس، تفضل يا فردوس. قفا نبكي من قصيدة امرؤ القيس. رائع، ما شاء الله عليك، أحسنت، بارك الله بك. إذا نعم، هناك قصيدة مشهورة للشاعر امرؤ القيس التي مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فسقت اللوى بين الدخول فحملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها وهل عند رسم دارس من معولي. إذا نعم، إذا لاحظوا، فبت والأرض فراشي وقد غنت قفا نبكي مصاريني. فالشاعر ضمن قول امرئ القيس في قصيدته، وقول امرئ القيس مشهور ومعلوم للجميع، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فسقت اللوى بين الدخول فحو مري، إلى آخر الأبيات، وهي من المعلقات المشهورة، يعني أشهر معلقة هي معلقة امرئ القيس. إذن هذا هو التضمين، هذا هو التضمين. طبعا نحن هيك بكون انتهينا يعني من ذكر التضمين وتعرفنا على الاقتباس والتضمين. هناك كثير من الشعراء الذي ضمن شعره، فيقول الشاعر أحدهم ماذا يقول؟ يقول: أصبحت أندب حظا لا يحالفني. لاحظوا إذا هذا المثال الشفوي، يقول: أصبحت أندب حظا لا يحالفني، تجري الرياح فيما لا تشتهي السفن. هل استطعتم أن تحددوا لي التضمين في هذا البيت؟ نعم، يقول أحدهم ماذا قال؟ أصبحت أندب حظا لا يحالفني، أصبحت أندب حظا لا يحالفني، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم، استطعنا أن نحدد. هل استطعتم أن تحددوا؟ أعطوني إشارة إذا نعم، نحن متفقون إن شاء الله. نعم، أحسنتم، بارك الله بكنا. نعم، هناك تضمين واضح، وهو الشطر الثاني. إذا ماذا قال الشاعر؟ أصبحت أندب حظا لا يحالفني، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نلاحظ أن الشطر الثاني، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هذا شطر كاملا مأخوذ من قول المتنبي الذي يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. إذا لاحظتم هذا المقصود بالتضمين. إذا ما المقصود بالتضمين؟ هذا هو المقصود بالتضمين. لدي هذا الواجب، فقط أطلب من حضراتكن حفظ الأبيات، يعني عفوا حفظ التعريف، يعني التعريفين السابقين، دونوها على في ملاحظاتكم وفي دفاتركم. تعريف التضمين هو الأخذ من القرآن الكريم أو من الحديث النبوي الشريف وتضمينه في شعري. أما التضمين هو الأخذ من كلام شعراء، أو الأخذ من الأمثال الشعبية، أو أي شيء يعني يدل على أنه تضمين، يعني هو الأخذ من شاعر آخر. طيب، سؤالي الآن لكنا قبل أن نختم حصتنا، سألتكن سؤال: هل التضمين سرقة؟ هل الاقتباس سرقة؟ والغرض البلاغي الآن هو تزيين النص. إذن يعني كما ترون، يعني القيمة الفنية للتضمين والاقتباس هي تزيين النص، تزيين النص. فنقول لكم السؤال الذي طرحناه: هل هذه سرقة؟ بالطبع لا. إذن هذه ليست سرقة، لأن الأبيات التي تضمنت هي مشهورة، يعني مشهورة عند الشعراء والقراء، لذلك هذه ليست سرقة. لماذا؟ لأن كما قلت، يعني الأبيات التي
تضمنت في الأبيات وفي ما سبق في أبيات مشهورة عند الشعراء وعند القراء، فالشاعر يستخدمها لغرض بلاغة كما ترون، من أجل التزيين ولغرض جماله يريده هو. إذا هذا ليست سرقة، لكن إذا أخذ أحدهم، متى تعتبر سرقة؟ تعتبر سرقة إذا أخذ أحدهم من أبيات يعني غير مشهورة غير معروفة ونسبها إليه، هذه تعتبر سرقة، وهنا يتوجب على الشاعر أن يشير إلى الاقتباس، وهذه من الأمانة العلمية، يعني أن أضع ما أخذته بين إشارتي تنصيص على أن هذا مأخوذ من القرآن أو مأخوذ من الحديث النبوي الشريف. قبل أن أختم، لدي هذه الملاحظة، وأظن هذا ما يدور في أذهانكن. يعني أنا كطالبة وطالب في الصف الثالث الثانوي، كيف يمكن لي أن أحدد الاقتباس أو التضمين؟ كيف نعرف أن هذه النصوص فيها تضمين أو اقتباس؟ فأنا لست حافظا للشعر، ولست من حملة القرآن الكريم، ولا من حافظيه، فهل أستطيع أن أحدد، أو كيف أستطيع أن أحدد؟ فنصيحتي لكن أن توسعوا اطلاعكم، يعني أن أوسع الاطلاع على الأقل، يعني أشهر الشعر العربي، يعني هناك قصائد يعني معروفة للمتنبي أبو فراس الحمداني، يعني قصائد مشهورة، يعني أجمل، يعني مالئ الدنيا وشاغل الناس، المتنبي بقصائده الجميلة. فإذا على الأقل يعني أن أوسع اطلاعي، أنا كطالب أوسع اطلاعي على الشعر العربي، أو أشهر الشعر العربي، وليس على الشعر العربي، على أشهر الشعر العربي. وإن لم نكن من حملة القرآن الكريم، ونتمنى أن يكون الجميع من حملة القرآن الكريم وإيصال رسالته إلى العالم أجمع. إذا لم نكن من حملة القرآن الكريم، ولم نكن من الحافظين له، فعلينا أقل شيء أنصحكم أن نواظب على قراءة القرآن. واظبوا على قراءة القرآن حتى إذا قرأ بيتا فيه تضمين، استطعنا أن نهتدي إليه، ونشير له على أن هذا سبق وأخذناه من القرآن الكريم. يقول الشاعر، سأختم في هذا البيت وهذه إضافة إلى الواجب، يقول: ما كل ومن يجمع الهموم عليه، لاحظوا سأختم، ما ومن يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا، أبعد الله عنكن الهموم، ومن يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا. في هذا الكلام اقتباس، أرجو أن تحددوا أيضا. ومن يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا، لأن أبعد الله عنكن الهم والغم. ولذلك يكون انتهى لقاؤنا لهذا اليوم. أستودعكم الله وإلى اللقاء.